السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهنيكم بمولد فخر الكائنات سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد طبعا. هاليوم الجو طيب وشمس، دائما لما يكون الجو شمس اطلع الارانب، مرات يتشمسون بس ما اصور، يعني مرات من اطلعهم. فاليوم قلت خلي اصور اشوفكم، لان بالمحمية شوية تدخل الشمس قليل، لان الجهة اللي هناك هم بيها ما مثل المكان مال الطيور، مكان الطيور تدخل بيه الشمس دائما، اما المكان اللي بيه الارانب تدخل الشمس قليل. فهاليوم طلعتهم يتشمسون، الجو طيب وخليت لهم اكل اذا تشوفون. فلاحظت هذا، تتذكرون المرض اللي صار عندي قديم، كانوا يختنقون، إذا تشوفون شلون يتنفس سريع، عنده انسداد بالأنف وبدأ حاليا يختنق، إذا تشوفون عينه عتد مع خطيه. طبعا هذا قبل ما أجيبهم حاليا، يعني قبل ما أطلعهم مشلتوه، شفت التنفس، سمعت صوت التنفس ماله، يعني حتى صوت التنفس يكون قوي إذا تسمعون. خلي أشوفكم الأنف، هذا الأنف صاير بيه سيلان مثل ما تشوفون. طبعا تعرفون صارت عندي هذه الحالة ومات عندي عدة أرانب بهذه الحالة، يعني موت سريع كانوا يموتون. طبعا هذا حالته شديدة، يعني تقريبا أقصى مرحلة واصل، أعراض قوية عنده، فراح أعزله، أنطيه علاج وأبخره مثل ما بخرت آخر شيء تيدي لو بتتذكرون، كان عندي نفس المرض بيه بخرته والحمد لله طاب. وبس هذا مثل ما قلت لكم حالته خطيرة يعني حاليا، فراح اعزله فورا بعد ما اخلص التصوير، انطيه علاج وابخره واخليه بوحده بقفص واخليه داخل البيت. هذول باقي الارانب عندي. هذه هم مريضة مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق. هذه طبعا اليوم لاحظت تكرمون مع الفضلات مالها، كأنما اكو زيت، يعني مثل الزيت يخرج من الفضلات مالها مع الفضلات. فهذه ما اعرف، على الغالب المرض مالها معوي، راح انطيها علاج. أنا هم استمر معاها بالعلاج ودائما أنطيها، واليوم هم إن شاء الله راح أنطيها علاج. هذول باقي الأرانب، هذول التيدي لوب، وهذا رأس الأسد. طبعا هذا المرض الله أعلم ما شغلت برد، لأن أنا من زمان حصنت المحمية، وبالذات قبل يوم يومين يعني سديت كل منافذ التهوية، خليت تهوية قليلة بشكل، وبالليل حتى هذه اللي عندي شبابيك وكذا هم أسدها، فالتهوية تكون قليلة. طبعا اذا تشوفون هذه مثل ما قلت لكم عندها خمول فظيع لحد الان. هذه هم راح اعزلها لان اخاف على باقي الارانب، هذه البيض راح اعزلها، وعندي هذا هم ان شاء الله راح اعزله وابدا اليوم معاه بالعلاج. خلي اروح اشوفكم مكان الارانب. طبعا الارانب الغيني او الخنزير الغيني ما طلعتهم لان صغار ودائما يتحركون بسرعة، ممكن حتى ينهزمون. خلي نروح هناك واشوفكم المحمية. طبعا وقت اللي يكون الجو بارد هذا الباب اسده، بس افتح هذا الشباك، يعني بالليل هذا هم اسده، بس بالنهار هذا الشباك افتحه حتى يدخل لهم هواء من هذا الشباك. وعندي الباب اللي هناك مخلي نايلون، اني هم حصنته من الهواء، يعني بالليل قلت لكم شوي يصير هواء بارد، فهذا الباب في نايلون، وحتى هذه سديتها، فبس خليت هذا الشباك للتهوية. بالنهار اذا الجو طيب مثل ما قلت لكم افتح هذا الباب وافتح الشباك حتى يطلعون بهذه المنطقة، هم الشمس تجي، اذا تشوفون بعد الشمس راح تجي اكثر، تدخل يعني بهذه المنطقة يتشمسون، ومرات اخليهم اكل وما ياكلون. ووقت المغرب من اشوف شوية الجو بدأ يبرد اسد الباب عليهم، ابقي لهم بس الشباك الى الليل، بالليل اسد الشباك هم حتى لا يبردون، والصبح افتح لهم الشباك. هذول خليتهم بالداخل الأرانب الغيني، لأن هذول تعرفون ما شاء الله تكون مناعتهم قوية ويتحملون أكثر من الأرانب. كل هذه الأمراض الحمد لله ما صابوا عندي، لأن مناعتهم تكون أقوى من الأرانب. حاليا هياكلون، أكو خبز يابس وشوية خالة وكذا، فهياكلون من عندها.
يعني الأرانب أني موفر لهم دائما أجواء مناسبة، يعني لما يكون الجو بارد أسد عليهم الأبواب، بس أخلي لهم هذا الشباك الصغير، ولما يكون الجو حار لا أفتح الأبواب عليهم وأفتح الشباك حتى ياخذون راحتهم ويطلعون يتشمسون وياخذون راحتهم بهذه المنطقة. طبعا بالنسبة للطيور آخر شيء قلت لكم عندي واحدة من الزيبرا باضت، والذكر مالها طار من عندي. طبعا أنا أشكركم دائما المتابعين، أكو عندهم خبرة، أنا ما عندي خبرة كثير بالطيور لأن تعرفون جديد على تربية الطيور، بس دائما بالتعليقات أكو شغلات أستفاد من عندها. يعني وقت اللي استشارتكم عن البيض مال هذه الزيبرا اللي بقت وحدها، أكو شخص من المتابعين كتب لي خلي البيضة على فلاش مع الموبايل يعني، وإذا تشوف أكو نبض يعني القلب مالها عيدوق يعني مال الفرخ اللي داخل البيضة، فما بيها شيء. اليوم شفتها طلعت وشوية تبعدت، فعلى السريع أخذت بيضة وخليتها على فلاش. يعني ما كنت أتوقع أنه تقدر تميز بكل سهولة يعني البيضة إذا فاسدة أو لا، يعني بين الشرايين سبحان الله، ومبين اكو قلب ينبض، يعني مبين بشكل واضح واضح بشكل، يعني ما كنت متوقع انه بهالبساطة تقدر تشوفه، ومبين كل شيء واضح سبحان الله. بس ما صورت لان قلت لكم الزيبرا دائما حساس، يعني بس تشوفني اقرب على العش مالها، هذه هي الطيرة طبعا مرات تخاف احتمال حتى يعني ما تجي، يعني تترك العش اذا شافت احد اي يلعب بالعش او يمسك البيض. ففحصت البيضة على السريع، تبين انه البيضة سبحان الله يعني بدأ يتكون بيها فرخ صغير، رجعتها خليتها داخل العش البيضة، وقبل شوية شفتها دخلت عندهم بس قليل عاد تدخل على البيض. طبعا حاليا ما شاء الله عندها 5 بيضات، اكو بالعش 5 بيضات، اذا تشوفون طالعة برا قليل عاد تدخل على البيض، ما اعرف ليش ما نايمة على البيض لحد الان، مرات تنام واكثر المرات تطلع، بس ان شاء الله ترجع تنام على البيض ويفقس ان شاء الله البيض مالها. وعندي هذه هم لحد الان ما شاء الله تعتني بالصغار مالها، لونها ابيض، فراخ مالها بهذا العش، اتوقع اكو فراخ 2 او 3. ها فحصت العش هم البارحه شفت اكو بيضه فاسده، شفتها طالعه من العش طبعا، فلاحظت اكو بيضه طلعت البيضه، لان هذه البيضه فاسده وممكن تنكسر وتاذي الصغار اللي جوا من حيث الريحه او من حيث السائل اللي راح يطلع من عندها ممكن ياذي الفراخ، فطلعت البيضة وزتيتها رميتها. هذول باقي الطيور، وقلت لكم عندي الجاوم بيضين هناك لحد الان عينامون على البيض، بس ما تفحص العش غير مرة واحدة، انتظرهم الى ان يطلعون. اذا تشوفون طالعين حاليا طالعين، هذول 4، من اشوفهم 4 برا يعني طالعين من العش، فمرات استغل الفرصة لما يطلعون على السريع اتفقد العش وبعدين ارجع العش كما كان. بس حاليا اذا تشوفون هذا الذكر يتقرب، ها راح اذا تشوفون راح يدخل طبعا بالعش، بعد شويه يدخل ويقرب شويه شويه وبعدها يدخل بالعش، اذا تشوفون راح العش ماله هذا الابيض مثل ما تشوفون. شويه خايف طبعا، دائما لما يشوفون اكو حركه او الطيور مرتبكه يخافون، يبقى شويه يتلفت يمين يسار بعدها يدخل، فما راح اقدر افحص العش لان حاليا راح يرجع هو على العش ماله. خلي نروح نعالج الارنب حاليا. طبعا هذا عزلته اول شيء بمي دافي، راح انظف الانف من الخارج لان تعرفون صاير عنده انسداد شويه يختلف بالتنفس. بسم الله. مي دافي وقطعه قماش او قطن، دائما لما تصير عندي هذه الحاله مثل التيدي لو وقت اللي عزلته انظف الانف حتى هم شويه يسهل عليه التنفس. طبعا هذا بالمناسبة البارحة هذا كل شيء ما كان به، يعني البارحة المغرب من خليت لهم أكل هذا الأرنب كل شيء ما كان به، شوفوا الصبح شلون صاير عنده حالة سبحان الله، متمرض يعني وأعراض المرض قوية عنده. طبعا تعرفون عندي ماتوا كثير من الأرانب بهذا المرض، فهذا الأرنب لما أعزله أتعامل معاه وحده، يعني حاليا لما أمسكه لازم من أنتقل إلى أرنب ثاني اغسل يديني وامسك ارنب ثاني، لان هذه الامراض الخطيره ممكن انت من مسكت الارنب وبعدها تمسك ارنب ثاني ممكن تنقل المرض للارنب ثاني. حتى العينتين عنده هم صاير من عندهم شويه سيلان.
حاليا نظفنا الانف، سويت هذا علاج بشري طبعا، فلاجين اضافه الى فلو اوت وباراسيتول، ومرات اخلي كبسول مع التهابات عامه يعني هم معاهم، اخلي كميه اطحنهم كلهم سوا واخلي كميه قليله مع شويه ماي. راح اشرب الارنب 3 سي سي، طبعا تعرفون هو عنده انسداد بالانف فلازم شويه شويه حتى لا يصير عنده اختناق. بعدها راح استخدم نفس الطريقة اللي بخرت بها التي دي لوب، تذكرون بالفيديوهات السابقة شفتوها، راح ابخره واعزله بهذا القفص اخليه وحده الى ان شاء الله يتعالج، وبعدين ارجعه مع باقي الارانب. وهاي حاليا بعد ما انطيته العلاج وطبعا بخرته، اللي يحب يشوف طريقة التبخير وما شايفه قبل، سويت انا فيديو قبل هذا شرحت به الطريقة، رابط الفيديو راح اخليه بالوصف. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.